بعد تهجيره من محافظته الرقة إثر انتشار الإرهاب بدماره وخرابه. تمكن الشاب هاروتيون مادرجيان الذي يبلغ من العمر 23 عام من افتتاح معهد للموسيقى في مدينة القامشلي ليكون سلاح بمواجهة الإرهاب الذي دمر مدينته وهجر أهلها. كنت دائما لما أشوف حدا عم يعزف على الآلة كمان كنت كتير اندمج، يعني كنت أحضر بطريقة عشق كان لهالآلة. طبعا أنا ما كنت أفهم شو يعني موسيقى أو شو يعني آلة الكمان، فالوالد قال إنه هذا اسمه كمان آلة موسيقية، شافني إنه كتير حبيت، قال لا تخلص المدارس رح وديك على معهد عشان تتعلم. وفعلا بالصيفية رحنا على معهد موسيقى اسمه معهد أرنينا بالرقة، ظليت تقريبا شي سنة هناك. والأستاذ يعني أنا كان عندي حماس كتير لأنه كنت أحب أصلا الكمان بشكل عام، وكنت أحب الموسيقى من وقت ما طلعت في هداك العازف اللي عم يعزف على الكمان. الأستاذ قال عم يقول لأبوي إنه ابنك كتير موهوب وعم يتطور بسرعة يعني، فوقتها كان في رواد على أيامنا من تقريبا 10 سنين، فشاركت برواد وطلع ب 2007 2008 طلعت أول على الخطر بعزف الكمان. طبعا الدولة السورية كان كرمتنا ببعثة على تونس ومصر وقتها، فتحت معهد هارموني تقريبا صرنا 4 سنين مؤسسين، وعم نشتغل هلا بطلاب، وكمان عم نشتغل بفرقة موسيقية كمان تابعة لمعهد هارموني اسمها فرقة هارموني الموسيقية. هاي الفرقة عم تعمل موسيقى دمج بين الفلكلورات الموجودة بالمنطقة. الموسيقى كانت هدفه، فجمع بين العربية الكردية والسريانية لإيصال رسالة أن المحبة والانتماء هو ما يجمعنا كالموسيقى على قلب واحد. يأمل هارتيون مادرجيان أن يكون صوت الموسيقى أعلى وأقوى من صوت الدمار الذي أعاثه الإرهاب على أرضنا.